وللآن ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك دكتور مصطفى. اهلا وسهلا فندم، مساء الخير. أهلا بحضرتك، مساء النور. ده يعني نتحدث بالتأكيد عن التعاون الاقتصادي ما بين مصر والسودان، يعني هو تعاون وثيق على مدار التاريخ. مصر والسودان يعني لهما علاقات اقتصادية عميقة على مدار التاريخ. أتحدث الآن عن ما كيف يمكن استثمار هذه العلاقات التاريخية في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين لصالح الطرفين، مصر القاهرة والخرطوم. خلينا نقول اولا بنرحب طبعا بالفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السياده السوداني في بلده الثانيه مصر، وطبعا زياره معتاده في لقاء الشقيقين السيد الرئيس وسياده الفريق. وطبعا خلينا نقول ان من دايما من الملفات الهامه في المباحثات بتكون هي الملفات الاقتصاديه وكيفيه زياده حجم التبادل التجاري وزياده الاستثمارات ما بين الدولتين، خاصة طبعا أن العلاقات زي ما حضرتك تفضلتي ليست وليدة اليوم، هي علاقات أزلية، ونعلم جيدا أن احنا تقريبا الشعبين هي دولة واحدة، وهم إنما شعبين أشقين في يعني على قطعتين أرض، ومدال يعني زي ما بنسميها كده على مدار التاريخ كله كان متواجد كثير من الشعب المصري في السودان والشعب السوداني موجود في مصر، وطبعا ده بيزيد من حجم التبادل التجاري والتفاهم في عملية الاستثمار ما بين الدولتين. تقريبا حجم التبادل التجاري كان في عام 2022 1.5 مليار دولار، وابتدى يزيد من ساعة تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مقاليد الأمور بيبحث دايما أن يكون في مزيد من التعاون مع أشقائنا في السودان، خاصة بقى في العديد من الاستثمارات، سواء في النقل، سواء في فتح المعابر، يعني سواء بقى أن يكون في حركة في المواني ما بيننا وما بين أشقائنا في السودان. مصر بتستورد منهم العديد من اللحوم والمحاصيل الزراعية، وطبعا السودان بتستورد منا الأسمدة ومصنعات، وطبعا كثير من يعني بس دكتور مصطفى، وفقا للأرقام يعني الميزان التجاري بين البلدين هو يعني ضعيف جدا. لما تحدث عن 97 مليون دولار حجم استثمارات سودانية في مصر، رقم ضعيف. لما تحدث عن سجل حجم التجارة بين البلدين 1.165 مليار دولار، هو أيضا رقم ضعيف مقارنة بال يعني ما يمكن الوصول إليه ما بين البلدين. واردات مصر من السودان 336.7 مليون دولار، صادرات مصرية 826 مليون دولار، كلها أرقام ضعيفة جدا مقارنة بالعلاقات القوية بين مصر والسودان وما يمكن الوصول إليه فعلا ما بين البلدين. خلينا نقول طبعا الأحداث اللي بتمر بالسودان بتؤثر تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية. ونعلم جيدا أن الأمر كان يعني في شبه استقرار في عام 2022 وعام 2021، يعني العامين السابقين لعام 23، ولكن للأسف الأحداث اللي بتمر بها الشقيقة السودان أثرت تأثير كبير ليس على الميزان التجاري في مصر فقط، ولكن على مستوى الدول العربية أيضا، وفي كثير من الاستثمارات للأسف تخرجت من السودان بسبب الأحداث اللي احنا بنشوفها النهاردة، ويعني التداعيات دي مؤثرة على المجتمع السوداني تأثير كبير جدا. ونعلم جيدا أن طبعا العام اللي قبل الماضي حصل كثير من الأحداث من الفيضان في النيل وبعض من المشاكل يعني بجراء السدود وما شابه لذلك في القارة الإفريقية، ولم يتم حلها ما بين الدول الإفريقية ما بين بعضها البعض، فده أثرت على الوضع الاقتصادي في السودان حتى على القطاع الزراعي والقطاع الحيواني هناك، وكان طبعا ده تراجع في الموازنة العامة للدولة في السودان. وطبعا منية السودان في عام 2023 بالتحداث اللي احنا شايفينها أثرت عليها أكتر اقتصاديا، وإنما مصر يعني بتحاول انها تقف جنب السودان في زيادة التبادل التجاري أو زيادة الانفتاح لوجود عدد من التفاهمات السياسية اللي تقدر تساعد في الأوضاع الاقتصادية، علشان ما يكونش مردوده ده على الشعب السوداني. يمكن نعرف جيدا ان في هجره كبيره جدا للاسف لكثير من الدول الافريقيه من الشعب السوداني. طب دكتور مصطفى، انا عايزه ابص للموضوع ايضا، موضوع الهجره من السودان بشكل ايجابي شويه. طبعا هو وضع يعني اكيد مش ليس الافضل بالنسبه للسودانيين، ولكن هذا هو الواقع الان. يعني السودانيون الموجودون في مصر الان منهم
عدد كبير جدا منهم هم رجال أعمال وقوة بشرية لا يستهان بها. كيف يمكن استثمار هذه القوة وتحويل يعني هذا الوضع الديموغرافي بالنسبة للسودانيين إلى موقف قوة في مصر وليس موقف ضعف؟ خليني اقول لحضرتك، هو طبعا اشقائنا السودانيين اللي موجودين في مصر تقريبا بيقدروا ان كان الرقم يعني مقرب بالتقريب يعني حوالي 4 مليون نسمه، وطبعا دول مش موجودين من النهارده، دول ما قالهم عشرات السنوات، ويمكن زي ما ذكرت في بدايه حديثي هم بيعتبروا ان الدوله المصريه هي الدوله يعني دولتهم الاساسيه. ونعلم جيدا ان في حجم تبادل تجاري، وقت اصبحت في كثير من المناطق بتجذب الاشقاء السودانيين موجودين في مصر، واصبح ليهم حجم التجاره البينيه الواضحه، يعني بيجوا يستوردوا وبيحصلوا من المنتجات المصريه يعني ارسالها للسودان، وفي ده حجم استثمار كبير. وطبعا ده توطين الصناعه المصريه فتحت ليهم العديد من الابواب في حجم الاستثمار السوداني بيدخلهم داخل مصر، وطبعا ليهم باع كبير جدا في التعامل بقى ما بين الشعبين المصري والسوداني. هذا امر بقى معتاد ان احنا بنشوف النهارده بعض من الاستثمارات السودانيه ان كانت بسيطه او كبيره، وبعض من الاستثمارات المصريه موجوده في السودان. ولكن ما ننساش ان احنا لازم نبقى عارفين ان الصراع اللي موجود في السودان دلوقتي هو مؤثر تاثير كبير على يعني حياه الشعب اصلا الاول في السودان، وعلى حجم التجاره. يعني فان حلت القضيه يعني الموضوع اللي في السودان السياسي ده، ان شاء الله تعود السودان مره ثانيه، لان كان اصلا من التخطيط الاستراتيجي لمصر ان يكون في وسائل نقل نهري تصل لي يعني جنوب القاره الافريقيه عن طريق السودان، وتستفيد منها استفاده كبيره جدا في حجم التجاره. ان شاء الله يتم تفعيل اتفاق الحريات الاربع بين البلدين. هذا الاتفاق بالتاكيد سوف يؤثر بشكل ايجابي على التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. انا بشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.